شكرا لك محمد. إذن مشاهدين الكرام، أيها السيدات والسادة، أحبتي في الوطن العربي الكبير، هنا أيضا شوط من الأشواط المرتقبة، سادس الأشواط لدينا كما نشاهد الآن الاستعداد لدخول بوابات لمسافة 7 فورلونج 1400 متر. لدينا أروغانت، لدينا أروم كينزشيلد، هذه الأسماء المنتظرة للانطلاق الآن. مسافة السرعة مسافة بالفعل لا مجال فيها للتكتيك على الإطلاق من مسافات السرعة. هنا أروم مباشرة لبوابة الانطلاق، والانطلاق كما نشاهد الآن متابعين الكرام يتقدم جاد لك فولتا، وبالتالي بقيادة سلفستر دي سوزا الساحر الماهر بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد براجدة المكتوم. ولدينا أيضا بجواره روفيس كينج الذي عرف بسرعته وعرف باندفاع وارتفاع ولكن كان خطير جدا. كذلك لدينا كينج سيلد المرشح الأبرز بقيادة أوشين ميرفي، وبجوارهم تدبير جيم كرولي في قيادته، بينما لدينا أورغانت وأيضا أروم في آخر الأسماء. انظر لهذه الانطلاقة الآن، انظر لهذه السرعة التي يقدمها الفرسان. بالفعل ليك فولتا يحاول وتدبير ياتي بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تدبير خطير. ولكن أروغانت وهنا قدوم لأروم بهذه الصورة لغاية الآن. الصراع مستمر هنا بالفعل. ليك فولتا بشعار سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم، ليك فولتا هو أخطرهم، هو أبرزهم، هو بالفعل المتوج بهذا الشوط بفارق كبير وبأريحية مثيرة رغم التوقف لأربعة أيام فقط، ولكن الجاهزية واضحة والإمكانيات واضحة جدا. سيلفستر دي سوزا الساحر الماهر. إذا لك فولتا مشاهدينا الكرام يحلق بلقب هذا الشوط، مبارك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولعهد دبي هذا الفوز، وأيضا لمارك جوستن بالإضافة إلى سيلفستر دي سوزا الفارس. توقف أربعة أيام فأحرز الفوز، فما بالك لو توقف